افتح يا سمسم. محمود كويس انت لابسين وجهزنا وجهزنا اهو. يلا ايه بقى المفاجأة؟ تعال اهو يا حاج. ايه المفاجأة يا بابا؟ تعال تعال يا صالح. الله العسل. اوه مالك؟ تعالى وحضر لهم مفاجأة. تعالى تعالى. المفاجأة لصالح ولا ايه يا محمود؟ تعالى وحضر لهم مفاجأة. تعالى يلا تعالى يلا. افتكروا بابا محضر لنا ايه؟ الله حلوة قوي. ايه يا ابو المفاجأة؟ النهارده عيد ميلاد صالح. النهارده عيد ميلاد صالح. كل سنة وانت طيب يا اخوكي. يا خرابي. النهارده احلى عيد ميلاد لصالح. صالح. ايه رايكم؟ حلوة قوي. البنات دي كلها عشان صالح. كل ده عشان صالح. ايه رايكم في الجمال ده كله؟ وكمان عشان خاطر الامنية وغزل وفيروز. لا. انا ما صدقت جالي صالح. انا اهم حاجة عشان صالح. مش عاوز أي حاجة عشان البنات. أنا البنات دول كلهم في كوم. وصالح ابني ده في كوم تاني. يا ابني ده مصدر الخير والفرحة. العيد ميلاد ده ليكوا كلكم النهاردة. لا ما تقوليش ليهم كلهم، ده لصالح بس. لا يا حودة مش عيد الميلاد ده لصالح بس. لا يا محمود مش بنات مين ده؟ أنا زهقت من الخير. مش أنا مش بحب البنات أصلا، ده أنا كويس اللي هم عايشين معانا. أنا أهم حاجة صالح. اللي يخليني أجيب تلات بنات وبعد كده أجيب ربع صالح. الحمد لله رب العالمين. يا محمود ربنا رزقك. فاكر لما كنا بادئين صغيرين ورزقنا واحدة واحدة؟ السبب هم. لا 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 لا. أنا عامل عيد ميلاد ده مخصوص عشان خاطر صالح. بس بابا عيد ميلاد ده كله يا بابا عشان صالح يا بابا؟ انا فاكراه عشاني انا يا بابا. عشانك انت ايه؟ انتوا مالكمش اعياد؟ انتوا مالكمش اي اعياد. الاعياد للرجاله بس، للولاد بس. ده الراجل ده انت عمرك ما عملتي عيد ميلاد كده. ما اعملك عيد ميلاد ليه؟ انت بنت اعملك عيد ميلاد ليه؟ انا عاوز اعمله للراجل بس. اشمعنى صالح؟ تعالى يا صالح تعالى اجيب لك بدلين. تعالى. الله بابا مش بيحبني يا ماما؟ لا يا حبيبتي بيحبك طبعا، بس هقول لك حاجه، يمكن عشان اول عيد ميلاد لصالح فهو حب يحتفل بيه لوحده. بس عمره ما عمل لي عيد ميلاد يا ماما. ده عمره ما عمل لي عيد ميلاد زي ما عمل لصالح كده. انا بكره اعمل لهم فجاه انا وعيد ميلادي ده، انا مش عيد ميلاد صالح يا ماما. طب هقول لك حاجه، انا هوعدكم ان انا هعمل لكم احلى بارتي ليكم انتوا الثلاثه. اشمعنى بابا بيحب صالح اكتر مني يا ماما؟ انا اللي في اي وحش يعني ماما؟ هو ليه ماما بيحبني؟ انتوا الثلاثه ومش عايزاكم تزعلوا نفسكم، وانا هتكلم معاه دلوقتي ماشي؟ ده بيقول احنا في كوم وصالح في كوم. يلا خلي فرح في ايه؟ بتوع نكت ليه؟ يا محمود انتوا ما فيش غرور النكت. محمود ما ينفعش بصراحة. محمود لما تعمل لهمش عيد ميلاد طول عمرهم. والله انا اعمل لهم ده الولد ده، هم قلبتوها نكد غلف. قلت لهم عيد ميلاد نكد ولا ايه؟ في ايه يا محمود؟ ما ينفعش الكلام ده يا محمود. هتطلعوا عيد ميلاد وفرحانة ما تعطيش زي امك وانت يا بنت. بس ما تعيطوش، ما تبقاش نكد. خلاص الولد جه اهو. بص الفرحة، بص الفرحة. الولد جه اهو، الراجل جه، الولد جه. اهو يغيروا من بعد. يا مرحبا بيك. صح يا قلبي. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. وصل طيب. طيب الله يخليك يا ولد. اهو العريس اهو. جايب له هديه بسيطه كده. ربنا يخليك يا رب. العريس اهو. وصل طيب يا حبيبي. ايه رايك بقى؟ كل سنه وانت طيب يا صالح. ربنا يخليه لك كده، وعقبال ان شاء الله لما تتجوزوا كده. ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. عاملين ايه يا حبايبي؟ بتعيطوا ليه؟ استاذ محمود ما بيعمل لهمش عيد ميلاد طول عمرهم، ويوم ما عمل عمل لصالح حتى مش راضي يقول لهم ده ليكم انتوا كلكم. لا يا حبيبي لا، هو اكيد عامله لكم كلكم وبيهزر معاكم. عمره ما عمل لي عيد ميلاد زي صالح كده. اشمعنى صالح يعني؟ انا فيا ايه وحش؟ انا اصلا كل شويه بسمع كلامه. ممكن ايامها كان عنده شغل يا حبيبتي ولا حاجه. عيد ميلاد كلكم عشان يفرحكم يا امنيه. وعامل عيد ميلاد لصالح بس. ما تعيطيش يا حبيبتي، هو اكيد عامل لكم كلكم مع بعض. بيقول هو ما بيحبش غلبه البنات. لا ده بيحبكم. اتكلم معاه يا محمد. ما ينفعش. ما تعيطيش يا حبيبتي، ما تعيطيش. تعالى يا بابا يعني انت حلوه يبقى هيحبني.
طيب بيقول هو بيحب لا لا, لا يا حبيبتي هو اكيد بيحبكم انتوا بيحبكم كلكم في ايه ده ابوكم ده اخوكي في ايه رود والله ما انت بزعلهم ليه بس بزعلهم والله العظيم في ايه بيقول لي انت مش عامل عيد ميلاد انت عامل لصالح بس ما ده لصالح الولد البنات دلوقتي ما عندهمش اي لازمه عندي ما يلوقش اهم حاجه عندي دلوقتي الولد ده اوكي الولد ده اللي ضايقك في حياتك بعد كده لما تكبر ليه يا عم صلي على النبي تهيني ليه ده هم قلبوها نكت قلبوها ان هذا ان هذا يوم اسود النهارده والله انا بقالي 3 سنين متجوز نفسي حتى اجيب بنت يا عم ربنا ان شاء الله يديك اللي انت عاوزه ان شاء الله والله العظيم ما تعرفيش يا حبايبي انا بس قلت لهم انت مش هتسربي انا بقالي 10 سنين متجوز ده البنات ما صدقت جبت ولد انا زهقت من خلفه البنات عايز اقول لك على حاجه البنات حنينين قوي على ابوهم يا عم انا مش عاوز حنيه انا عاوز راجل انا زهقت من حنيه وزهقت من بنات يا بابا انا ممكن احبك اكتر محمد قول لي انا عاوز بلاتي يا عم حرام عليك انت جاي في العيد ميلاد بص يا عم انت المفروض تفرحهم النهارده انت المفروض تفرحهم عيد ميلاد يا انت تعلميه انت كده خلي بالك عايز اقول لك على حاجه عليكي انت كده مش عارف ايش اللي تعمليه تعمله ده ازاي مديش ربنا يا عم استهدى بالله يا عم هاي نمار يا عم عاملين لكم بلالين وعاملين لكم مفاجآت ودي مؤامرة ده حوده فيها حوده صالح بقى خلي بالك هتكره البنات في يا عم انت هتكره البنات اخوهم يا عم خلاص ايه عيل ميلاد صالح بس والعيال دول اللي ذنبهم ايه في كل ده انت هتخلي البنات كده تكره تكره صالح خلاص والله يا بنت مش بيتاحه مش عايزه بعتها خشي يا لبت بقص الدنيا خش خلاص خد عيب الكلام ده محمود خش يا بنت التوهيه يلا شوف يا ابني انتوا بتعملوه ده خش خلاص خش خلاص يا فيروز ما تعزيش يا حبيبتي لا لا ده بابا بيهزر معاكوا اكيد عامل فيكوا مقلب لا هو بيحب زرع لا 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 بيحبكوا انتوا الاربعه زي بعض ده ابوك يا حبيبتي انت مش بتعمل ايه فيا ضربني ما ضربش صالح بس خلاص يا امنيه خلاص يا امنيه خلاص يا امنيه ما تعاتيش يا حبيبتي ده الاب ده حنين ابوك حنين طب بص انا عايز اقول لك على حاجه بس تعالى بس عايز اكلمك شويه عاوز ايه يا عم عايز اكلمك بس تعالى خلاص يا امنيه خلاص هيوصلهم ان هم يغيروا منه ممكن يعملوا حاجه للولد معلش ما خلاص يا فيروز مش بحبك يا ساره انا مش بحب عشان انت فهمي بالراحه مش لازم لما العيال تضرب بعض لما العيال تضرب بعض ويزعلوا بعض هيستفيد ايه هو فهمي بعيد عن العيال مش قدام العيال هو مش عايز يفهم كده عند الولد ده اهم حاجه في الدنيا معلش معلش يا ماما بابا بيعبنيه خلاص بيحبكم يا ماما بيحبكم كلكم والله زين ده وانت قاعدين جنبه يزعلوا خلاص هو بيحبكم كلكم يعني ينفع كده والله انا نفسي اجيب حبك انا زعلت منك قوي ليه بس انت كده هتخلي البنات تكره اخوهم يا عم انا اهم حاجه الولد عندي مش اهم حاجه البنات بس انت المفروض انت لو اهم حاجه عندك الولد ما تبينش قدامهم طب اعمل لهم ايه يعني ايه ما انت عايزك مش ما تبينهمش ان انت هم حرقوا دمي والله حرقوا دمي كده خالص حرام عليك ده هم البنات دول لما يكبروا هم اللي هتلاقيهم حنينين عليك يا عم انا ما بحبش اصلا خفه البنات انا اهم حاجه عندي الولد الولد جه عندي بالدنيا كلها انا فاهم بس انا عايزك ما تبينش قدامهم ان انت بتحب الولد اكتر لا وانت تقول لهم انت فعلا انت مش تفرق معاك لو قلت لهم انا عامل العيد ميلاد ده لكم كلكم مع بعض لا هم يعرفوا مش هيزعلوا لا انا ده كده انا طبيعي كده ما بحبش اضحك على حد اقول لهم كده في وشهم وخلاص طب انا هستاذن بقى ليه ما انت قاعد معانا انت قاعد معانا ان احنا تقول عليكم بس والله تعالى والله تعالى الدنيا مش متظبطه معاكم في شويه مشاكل كده انا ايه همشي ماشي 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 الله يخليك حبيبي يا حوده مش عايز حاجه انت لا الله يخليك يا حوده ادخل اجيب ندم ماشي يا حوده شفت عملوا عشانك يا صالح ها؟ اضربهم اقطعهم تعالى اقطعهم خلاص اهدوا خلاص يا امنية انا نفسي اجيبك انت زيك يا امنية طب ماشي هو بيعملني وحش انا ما بحبش بابا يعملني انا اتكلمت مع بابا يا حبيبتي وقال لي انا اللي هو مش عايز ازعلكم هو قال لي انا عامل عيد ميلاد ليهم كلهم شفتي شفتي عامل عيد ميلاد عشانكم كلكم ازاي؟ مفيش حاجة عليا انا عامل العيد ميلاد ليه كل اربعة طب انا هستأذن بقى خليكم قاعدين معانا لا ما انا العيد ميلاد باظ كده
والله انا مش عارفه ايه والله انا كنت نفسي اقعد معاكم ونكون مبسوطين مع بعض، بس الحمد لله ان شاء الله تتعود. ان شاء الله المره اجي في عيد ميلادك باذن الله. ماما مش هعمل، لا هيعمل لك عيد ميلاد، وانا اتكلمت معاه وفهمته كل حاجه. ما تعيطيش بقى بعد اذنك. يلا يا ندى، مع السلامه. معلش. طب بصوا اقعدوا العبوا شويه بالبالونات، هروح اكلم مع بابا شويه وجايه لكم. ماشي، مش عايزه حد يعيط فيكم، العبوا واضحكوا كده. يلا احلى بنات في. يعني يا محمود ينفع اللي حصل ده كله؟ دلوقتي العيال كلهم مش طايقين صالح. اقول لك حاجه، خاف دلوقتي سيبهم. بص صالح هديله بالجزمه. لا ما تاخدهاش عندي كده، ممكن لا قدر الله يبقوا قاعدين معايا يخنقوه يضربوه، ما تعرفش ايه اللي يحصل. كنت عاملهم كلهم زي بعض، وبعدين انت حركتنا قدام الناس وهما ما بيخلفوش، انت عمال تتحرك على عيالك قدامهم؟ ينفع كده؟ جايب الناس تحرجهم وحركتنا قدامنا قدامهم وخلتنا منظرنا زي الزفت؟ ينفع كده؟ طب ايه المطلوب بقى دلوقتي؟ المطلوب ان انت تروح تصالح عيالك وتقول ان الحفله دي ليهم كلهم. عارف ما ينفعش تعمل عيد ميلاد كده وانت ما كنتش بتعمل لهم عيد ميلاد، حتى لو كان واحد بس، عمرك ما عملت لهم عيد ميلاد. انا صدقت الولد جه بعد 10 سنين. ماشي، حب الولد وحب البنات، مش هيخسروك حاجه. حتى يا سيدي لو بتضحك عليهم، لو ما بتحبش عيالك بجد، مع ان انا شك ان انت ما بتحبهمش. بحبهم، بس الولد جه خلاص، الولد جه، انا ما بحبش نفسي كنت الاربعه دول يبقوا ولاد. يا سيدي احمد ربنا جاب لك ولاد ان شاء الله، قول يا رب يجي ولاد ثانيه. يا رب. ماشي. ادخل بقى صالحهم وعاملهم حلو وفرحهم. ما ينفعش كده. بدل ما يقسوا على الولد ده لما يكبر ولا يموتوه لا قدر الله ولا حاجه تحصل. تعالى. انا حاسس ان احنا كان دمنا تقيل قوي. انا قلت لك ان انا مش عاوز اجي، انت اللي خليتني اجي. الحمد لله، ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله الايام الجايه. ان شاء الله. تعالى. يا محمد حبيبي ابو حميد، انا جيت متاخر ولا ايه؟ لقيت مات خلاص. لا ده عليكم، في مشاكل بينهم وبين بعض فقلت استاذن انا. والله؟ اه والله. يعني مفيش عيد ميلاد؟ مفيش عيد ميلاد يعني؟ لا لا. ادخل انت برضه عشان تقول له انت جيت وكده، فهمه برضه. خلاص ماشي. ماشي؟ ماشي. مش عايز حاجه؟ ربنا يخليك يا محمد. سلام يا ابو حميد. يخليك يا ابو حميد. السلام عليكم. ادخل له اقول له ايه؟ في مشاكل. لا يا عم انا اروح وبعد كده ايه، لو شفت في اي حته بقى اعتذر له وخلاص كاني ما جيتش. احسن. مالك بتزعل عليا ليه؟ مش تعمل عيد ميلاد صالح؟ احنا لا احنا لا. خلاص هعمل لكم عيد ميلاد. خلاص يا امنية، خلاص يا فيروز، خلاص يا غزة. ما تزعليش، ما تزعليش يا يوسف. زعلانة؟ حضرتك يا صالح. يلا بقى خدوا محضنهم كلهم بقى يا محمود. يلا حضنوا بابا. يلا حضنوا بابا، حضن. يلا 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 حضن. يلا حضن. يلا حضن البابا. ده اخوكم الكبير، ده الراجل بتاعكم. يلا بص صالح. يلا. وعارفين بقى البارتي الحلوه دي ليكوا كلكم.